عشان الله طول بالك، كل شي بالرواق بصير. مين سمحكم تفوتوا لهون؟ ليش عم تعيط استاذ؟ من غير ما نكثر حكي، تحمل جماعتك وتمشوا من هون. انت بأي صفة عم تحكي معي هيك؟ هلا بتعرف بأي صفة عم حاكيك. ترجع لعند اللي بعتك ومين ما كان يكون. وتقول له على لساني قبل ما يخلص العرض ما حدا له فوتي لهون، ومو مسموح لحدا يعطلنا. أنا معي أمر رسمي، كفوا شغلكم شباب. فهمت شو قلت لك ولا لا؟ مو مسموح لحدا يعطلنا. طول بالك استاذ، ما بقى لنا تضربنا. مشان ما توصل للضرب خذ جماعتك وامشوا من هون. محمود خلي الشباب يرجعوا كل شيء مثل ما كان. حاضر. هيك عم تكبرها كثير. ها خليكم بشغلكم شباب. واضح انك ما بتفهم عربي، انت وجماعتك اللي كبرتوها. ما بتحترموا جهد حدا. رجعوا الديكور مثل ما كانوا وقيموا يا زباله من هون. انا رح ساعدهم ترجع الديكور. استاذ كمال شو هالمسخره اللي عم تصير؟ انت عرفت بالاول شو ظرفه للجماعه؟ شو ما كان ظرفهم ما بيحق لهم انه يزتوا لنا ديكورنا برا ويعطلوا لنا شغلنا ويروحوا لنا تعبنا. ولا حضرتك جاي تدافع عنهم؟ امبارح وصلنا منهم كتاب رسمي خبرونا انهم بدهم يسترجعوا القاعه منشان ترميمها. بس كان الاتفاق لحتى تخلص المسرحيه. يا استاذ احمد هلا اختلف الوضع واستجدت شغلات جديده. صار الموضوع متعلق بمصلحة البلد، وهذا مثل ما بتعرف فوق كل اعتبار. هلا المسرح وشغلنا صاروا ضد مصلحة البلد. لا تفتح علي النار، مو أنا المسؤول. جهة رسمية وصلتها بعثة ترميم مجانية، بتكلفها بالميتة 3-4 ملايين. شو بدك يعني أقول له آسفي؟ أعطينا المخرج مسرحي عم يعمل فيها مسرحية؟ يقولون هذا الكلام، أحسن ما يخربوا شغل العالم اللي حطوا دم قلبي عليه. كلنا بنشتغل بالفن وبالمسرح، وبنعرف انه مو حلو الفنان يفكر بحاله بس، لازم يفكر بغيره كمان. هذا موشح جديد اول مره بسمعه. هلا انت جاي من طرفهم فهمني. كيف صراحه استاذ كمال، انت مع العرض بعد بكره ولا بدك اياه يلتغى نهائيا؟ يا اخي ليش له يلتغى؟ هلا لما يكون شغلك بده يروح البلد عملي صعبه، يعني حليب ودواء وطحين، المفروض تتنازل شوي. حلوة هي شغلة الدواء والحليب. وين كانت هي الحمية لما كانت تنصرف ملايين ليرات على فن متخلف؟ شغلنا هاد مو حقوق الحالي. كل اللي عم بطلبه شوية تنسيق وشوية تخطيط. في عندي مسؤوليات ما بقدر اتراجع عنها. كل اللي عم بطلبه منك انك تنقل ديكورك لشي مسرح من المسارح. بعدين لعلمك الناس عم تيجي لهون وهي خايفة من البرد والحشرات، ولا تنسى انه الأردن هون مقطوعة. مع ذلك ما عم يبقى ولا مكان فاضي. خلينا نكون واضحين استاذ كمال، القصة مو قصة نقل عفش او ديكور. القصة قصة مبدأ واتفاق مو مسموح لحدا ابدا انه يخل فيه.